السلام عليكم خاوتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. عاودنا رجعنا لكم فيديو جديد. الفيديو هذا خاوتي راه نستعرض لكم اسعار تاع لي بواتير ار جي بي في العلمه. للاسف خاوتي ما كانش عنده ستوك تاع لي بواتير بزاف، يعني صورت لكم الشيء اللي كاين عنده. وبالنسبه للفيديو القادم ان شاء الله خاوتي راح نحاولوا نجيبوا لكم الاسعار تاع المعالجات، يعني كل المعالجات ومن بينها معالجات رايزن 5000، لانه الاسعار تاعها راح تكون جد مهمه بالنسبه لكم، لانه ديجا كاين صفحات بدات تحط المعالجات هذو في التجميعات تاعها، وكاين بزاف ناس ما على بالهمش الاسعار تاع المعالجات، يعني ما على بالوش اسكو التجميع هذه تستحق شراء ولا لا، وثاني السعر تاعها اسكو راهو مناسب او لا. تسمى الاسعار تاعهم اخوتي راح يكونوا جد مهمين بالنسبه لكم نتوما. راح نحاول نجيب لكم الاسعار تاعهم اخوتي كيما راح يبيعوهم لهنا في السوق الجزائري، يعني مانيش راح نجيب لكم اسعار من راسي والله، يعني راح نروح للحانوت ولا كاش محل يعطيهم لي ونجيب نعرضهم لكم لهنا في القناه. وقبل ما نبداو الفيديو هذا اخوتي ما تنساوش ديروا لنا جيم اذا كنت غير مشترك في القناه، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزات الجرس حتى توصل بكل ما هو جديد. المهم خوتي وصلنا لنهايه الفيديو، نتمنى تكون عجبتكم الحلقه تاع اليوم. وثاني خوتي كي العاده ما تنساوش ديروا لنا جيم اذا كنت غير مشترك في القناه، لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل ميزه الجرس حتى توصل بكل ما هو جديد. سلام.